السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. نسلط خلالها الضوء على فشل مفاوضات السلام في دولة الكويت وبدء مؤشرات خيار الحسم العسكري على الأرض. إذن مشاهدينا، من دون إحراز أي تقدم ومن دون تحديد مكان أو أجندة لجولة قادمة، انتهت اليوم جولة مفاوضات الكويت الثانية برعاية من الأمم المتحدة. واتهم الوفد الحكومي وفد الميليشيا بإفشال هذه المشاورات بعد رفضه التوقيع على مشروع الحل الذي قدمه ولد الشيخ أحمد ووافقت عليه الحكومة. المبعوث الأممي من جهته أعلن رسميا انتهاء مشاورات الكويت وليس فشلها، دون أن يحدد الطرف المتسبب بانتهائها وعدم الوصول إلى أي نتائج أو اتفاق للحل، لكنه أكد استمرار المشاورات وبقاء الباب مفتوحا أمام عملية السلام، مرجحا إرجاء المشاورات واستئنافها في مكان آخر غير الكويت خلال شهر. تصريح ينبئ في نظر الكثيرين على مستوى طموح المنظمة الأممية بشأن ما يمكن أن تحققه في اليمن. تزامن البيان الختامي للمشاورات مع تطورات مهمة على الأرض، حيث بدأت في نهم على مشارف العاصمة صنعاء عملية عسكرية واسعة لقوات الجيش والمقاومة وبإسناد من قوات التحالف العربي. وقال المركز الإعلامي لقوات الجيش الوطني، قال إن العملية انطلقت تحت اسم التحرير موعدنا، في إشارة إلى نية القوات الوصول إلى العاصمة صنعاء. مشاهدينا، نتوقف عند هذه المستجدات السياسية والعسكرية لنناقشها في محورين: هل انتهت فترة التفاوض السياسي أم فشلت؟ وعلى ماذا يراهن الوسيط الدولي في استمرار مساعي الحل السياسي بالرغم من فشل الجولات السابقة؟ وهل بات اليمن أقرب إلى خيار الحسم العسكري بعد فشل المشاورات؟ وما مدى قدرة وجاهزية قوات الجيش الوطني والمقاومة للحسم عسكرياً؟ أسئلة نضعها على ضيوفنا في حلقة الليلة من زوايا الحدث. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ نذهب لمشاهدة هذا التقرير. وأخيرا يصدر الستار على أطول جولة محادثات يمنية في الكويت. وصلت محادثات السلام بين الحكومة والميليشيا إلى النهاية، النهاية التي لم تبتعد كثيرا عن نقطة البداية ولم تصل بالأزمة اليمنية إلى أي مكان، وهما جعل المحادثات تبدو أشبه بمتاهة لا مخرج لها سوى هذا الفشل. وفيما من المنتظر أن يعلن ولد الشيخ اختتام المحادثات بعد رفض الميليشيا التوقيع على مسودة الاتفاق المقدم من المبعوث الأممي، يتوقع أن يعلن ولد الشيخ استئنافها في وقت لاحق في بلد لم يتم تحديده حتى اللحظة، لتتكرر الإشكالية ذاتها في كل مرة، وهو ما يعني العودة دائما إلى نقطة صفر. بحسابات الربح والخسارة يبدو ميزان المكاسب بعد 4 أشهر من المحادثات مائلا لصالح الميليشيا، ففي اللحظة التي سيعود فيها الوفد الحكومي للرياض وليس في جعبته سوى عبارات الثناء والمديح التي حصل عليها من المجتمع الدولي نتيجة التزامه بجدول الأعمال وتقديمه كل التنازلات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق، يعود وفد الميليشيا وقد حصل على معظم مطالبه تقريبا. وبشيء من التفصيل، فقد ذهب الوفد الحكومي للكويت للتباحث بشأن آلية تنفيذ القرار الأممي 22/16، وبعد أيام من المحادثات عاد ليوافق على ما أسمي بالنقاط الخمس التي عدت لحظتها تلخيصا لهذا القرار، لكنها كانت مجرد خطوة أولى للذهاب بعيدا عن القرار الأممي. انتهت بالتوقيع على مسودة اتفاق غامض تتداخل بنوده بشكل مربك ويميل لصالح رؤية الميليشيا بشكل أو بآخر. أما وفد الميليشيا الذي ذهب إلى الكويت لكسب الوقت، فقد عاد أيضا بحملة علاقات عامة أكسبت رؤيته قبولا ملحوظا وداعمين دوليين جدد ومجلسا سياسيا حاكما في صنعاء. ما الذي ستحمله هذه النهاية المتوقعة لمحادثات كانت تسير بمحاذاة الفشل منذ اللحظة الأولى؟ يقول البعض إن الحرب التي تلوح الآن من على جبال نهم هي الطريق الذي سيعبر إلى قلب العاصمة، فيما يرد البعض الآخر أن مزيدا من الجمود سيكون هو الملمح الأبرز للمرحلة على وقع إعلان الميليشيا مجلسها السياسي في صنعاء وبقاء السلطة الشرعية خارج البلد. في كل الأحوال تبدو الأزمة اليمنية ذاهبة باتجاه لا حرب ولا سلم الطويلين. إذن مشاهدينا، للحديث حول فشل المفاوضات وأيضا بدء مؤشرات الحسم العسكري على الأرض، ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي جمال خاشقجي. سيد جمال، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني سيد جمال، قبل الحديث عن الفشل، هل كان فعلا من يراهن على نجاح المفاوضات في دولة الكويت؟ قليل من كان يراهن على ذلك، ومعظم المحللين الذين استمعت لهم
كانوا يقولون بأن لا أمل في هذه المفاوضات، وأن كل ما يجري أن التحالف يريد أن يستنفذ كل إمكانيات الوصول إلى تفاهم. نعم. لكن في نفس الوقت المزعج أننا نريد أن نسمع لقول فصل من الحكومة اليمنية حول تصريحات ولد الشيخ اليوم. نعم. يعني هذه حالة اللانهاية للمفاوضات يجب أن لا تقبل بها الحكومة اليمنية. أنا متأكد أن الآن الشعب اليمني ينظر أكثر نحو مأرب، نحو هذا الإعلان عن تحرير صنعاء وتسميته بالتحرير موعدنا، أكثر مما ينظر باهتمام إلى الكويت ومفاوضاتها وتصريحات ولد الشيخ، لأنه مل من هذه حالة اللانهاية من المفاوضات. نعم، يعني سيد جمال، يعني حديث ولد الشيخ أحمد عن عدم انتهاء مشاورات الكويت، ما يعني ما الذي يفهم من ذلك يعني بعد هذه الأشهر، وأيضا النتائج المبهمة أو التي يعني قوبلت بالرفض في ختامها؟ في التصريحات ولد الشيخ يجب أن تغضب الحكومة اليمنية والتحالف، لأنه إذا أخذنا حالات سابقة قامت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاسبة الطرف الذي يرفض العملية السلمية. نعم. نسمي ما حصل في الكويت بعملية سلمية، عرضت مبادرة ليست من الحكومة اليمنية ولا من التحالف، وإنما المبادرة التي عرضت على الحوثيين كانت هي مبادرة مجلس الأمن ومبادرة الأمم المتحدة نفسها. نعم. فالحوثي رفض وصالح المبادرة الأممية، فيجب أن يكون في رد فعل من مجلس الأمن على ذلك. المشكلة أن الروس يعطلون أمرا كهذا، لذلك يجب أن تنتقل المعركة أو بعضا منها إلى نيويورك لأجل وضع حد لهذا اللامبالاة في مجلس الأمن. نعم، لكن يعني برأيك سيد جمال، يعني ما الذي يراهن عليه المبعوث الأممي وأيضا المنظمة الأممية؟ المبعوث الأممي يفعل ما يجيده، وهو التفاوض والتفاوض، هو مبعوث أممي للسلام، وهذه طبيعة المبعوثين الأمميين، هو لن يحارب بالنيابة عن اليمنيين ولا عن الحكومة اليمنية. ولكن في الوقت نفسه على الحكومة اليمنية وعلى التحالف كما نتمنى أن يرفع المعركة إلى نيويورك وأن يضغط. نعم، أمامنا تحديات هناك، تحدي الروس بالدرجة الأولى الذين يواجهوننا في اليمن ويواجهوننا في سوريا معا. نعم، يعني سيد جمال، هو أيضا ولد الشيخ يتحدث عن احتمالية أو عن نوايا في نقل المشاورات إلى دولة أخرى، لماذا الحديث عن نقل المشاورات إلى يعني إلى مكان آخر؟ يعني يتواكب أيضا هذا مع تصريح لعلى عبد الله صالح برغبته بنقل المفاوضات. أولا، نقل المفاوضات تحتاج إلى موافقة كلا الطرفين المتفاوضين، فلو وجهنا السؤال هذا إلى وزير الخارجية اليمني، هل هو موافق على نقل المفاوضات إلى بلد آخر؟ هل هو موافق ابتداء على الاستمرار بالمفاوضات؟ ولد الشيخ أشار إلى أن التفاوض سوف يستمر مع الطرفين. نعم. كلا على حدة. نعم، ولكن هناك من يرى أن وفد صالح وأيضا وفد الميليشيا يراهنون على نقل المشاورات إلى السعودية، هناك هل هناك احتمالية بذلك؟ ليكن، لكن الأهم من ذلك كله هو تحقيق انتصارات أو وضع جديد على الأرض. لننظر ما الذي حصل في حلب اليوم، هذا قد يدفع إلى انفراجة ما، ليس بالضرورة أن انتصار الثوار في حلب سوف يؤدي إلى حسم سريع. نعم. للأزمة السورية، ولكنه سوف يؤدي إلى ضغوط على الروس أنفسهم للتفاوض. لذلك التحالف يحتاج إلى تحقيق انتصارات إما في تعز إما في جبهة صنعاء لكي يضع الحوثيين أمام أمر واقع. الحوثي الآن شاعر باسترخاء هو وصالح، فيبدو لهم كما لو أنهم يستطيعوا أن يماطلوا ما شاءوا في طلب. نعم. المفاوضات مع أي أحد مستعد يتفاوض معهم. نعم، يعني بعد فشل هذه المشاورات، هل يعني بات من الواضح أن الحسم العسكري هو الخيار؟ والله هذا سمعناه كثيرا، هذه المرة يبدو أن هناك تحرك أكثر قوة
في مأرب. الأخبار القادمة اليوم من هناك، البيان الصادر، الإعلان باسم لتحرير موعدنا، يوحي بأن التحالف والحكومة اليمنية يريد ملوا من هذه الحالة، وأدركوا بأن الحوثي يلعب بالوقت ويستفيد من المفاوضات، ويجب أن يغيروا الواقع على الأرض حتى يجبروه على تفاوض حقيقي ومسؤول. نعم، ولكن يعني سيد جمال، الكل يعرف أن التحالف العربي منذ انطلاق عملياته في اليمن كان هناك أهداف واضحة، هو استعادة الدولة وأمور أخرى، لكن يعني لماذا بات كل تقدم أو كل تحرك عسكري سواء للجيش الوطني أو للتحالف مقرون بمتغيرات سياسية؟ يعني هناك أهداف واضحة، لماذا لم تحقق وظل الكل يرجو المتغيرات السياسية الحاصلة؟ يعني هو لم يحصل أي تغيير لا في التحالف ولا في الحكومة اليمنية الشرعية حيال أهداف هذه الحملة وهذه المقاومة ضد الحوثيين. ما زال البيان الرياض قائم، العودة إلى المسار السياسي، العودة إلى محادثة الحوار الوطني، ما زال هذا كله قائم حتى الآن ولم يحد عنه أي طرف. لكن استمرار التفاوض أمر طبيعي، يعني الجميع يحاول أن يجد حلا سلميا، لكن لا يعني ذلك أن هناك تغير في المواقف المبدئية. نعم، إذن يعني سيد جمال، في سؤال أخير، يعني أنت في الرياض في مركز التحالف العربي، ما الذي يفكر به التحالف ويسعى لإنجازه في اليمن خلال هذه الفترة على الأقل؟ ما أستطيع أن أجيبك، أنا مجرد مراقب مع غيري من المراقبين. نحن نريد أن نستمع الآن إلى مسؤولين في التحالف، مسؤولين في الحكومة اليمنية، هم الذين يستطيعون أن يعطوا إجابة أفضل وأكثر وضوحا، خصوصا بعد تصريحات ولد الشيخ اليوم وبعد إعلان التحرك العسكري في جبهة نهم. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي سيد جمال خاشقجي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن أيضا من الرياض الصحفي رشاد الشرعبي. يعني سيد رشاد، مساء الخير. أهلا بك سيد رشاد. يعني المبعوثة الأممية اليوم أعلن انتهاء فترة المشاورات وليس فشلها، وأكد استمرار مساعي الحل السياسي. ما الذي يود التأكيد عليه ولد الشيخ في هذه المرحلة التي يعني ترجح كفة الخيار العسكري على الأرض؟ بالتأكيد أن مضمون البيان الذي أعلنه المبعوث الأممي كان واضحا أنه ليس فيه جديد، هو محاولة للقفز على الواقع الحقيقي الذي يؤكد فشل هذه المشاورات من الوقت الذي بدأت فيه. هي كانت مشاورات فاشلة من حيث المؤشرات التي تدل على ذلك، حيث أن أحد الطرفي التشاور كان حتى اللحظة لم يعلن التزامه بجزء من أو الأساسية التي قامت عليها عملية التشاور، وهي النقاط الخمسة التي ضمن لها قرار مجلس الأمن 22/16. حتى اليوم لم يعلنوا التزامهم بالقرار 22/16 حتى اللحظة، ولذلك المشاورات كانت واضحة أنها فاشلة منذ البداية. ما أعلن اليوم من الكويت هو كان جزء كبير مما ذكر، هو محاولة لتمديد هذه العملية السياسية، لكنه متناقضا تماما مع بيان يعني أو مع ما أوضحه الوفد الوطني عن انتهاء وفشل هذه المشاورات. يعني وأيضا لم نسمع أي موقف من الوفد الوطني تجاه هذا البيان الصادر اليوم. بالتأكيد المبعوث الأممي هو كما كان دائما يتحدث عن تفاؤله فيما أن الطرف الآخر متعنت في الجلسات التشاورية، هو اليوم يتحدث من أجل الإبقاء على هذه العملية السياسية تظل مستمرة وأول تقطع شعرة معاوية كما يقال، ولذلك أعلن عن أنهم كان هناك نقاشات جيدة وكل ما ذكره ليس إلا مغالطة ومحاولة للاستمرار في عملية من أساسها هي فاشلة
لم تقم على أسس صحيحة، حيث أن أحد الطرفين لا يعترف بالأساسيات التي يتم التشاور عليها. نعم. وليس لديه استعدادات ولا أي مؤشرات ميدانية تؤكد أنه مستعد للالتزام بما سيتم. هو يعلم باستمرار أنه لن يسلم السلاح ولن ينسحب من المدن، وأنت تناقشه وتشاوره حول تسليم السلاح والانسحاب من المدن. نعم. هو يمضي في إجراءات جديدة كما حصل الآن من المجلس السياسي، وأن تحاوره على أنه يلغي هذه الإجراءات التي يستحدثها في كل مرة. ولذلك من الصعب الحديث عن أن هذه المشاورات أنها تستمر في ظل هذا الوضع. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا سيد رشاد. سينضم إلينا الآن اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي من مأرب. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور. يعني سيادة اللواء، من الواضح أن هناك توجه عسكري يجري الأعداد له في الميدان إن لم يكن قد بدأ فعلا. أنت في مركز قوات الجيش الوطني في مأرب، ما الذي يجري في الضبط أو بالضبط؟ هو طبعا زي ما تكلم الأستاذ الشرعبي الأستاذ رشاد، نعم، بلغت الحلقوم كما يقال، يعني من تسويفات ومماطلات وأكاذيب الإنقلابيين. الدولة الشرعية، الحكومة، الرئيس، النائب، أعطوا فرص متتالية للإنقلابيين وللمجتمع الدولي وللأمم المتحدة وللدول الكبرى، وأبدوا حسن النية أكثر من مرة في أنهم لا يريدوا إلا السلام. الدولة الشرعية، نعم، لا تريد إلا السلام. نعم، ولكن يعني سيد، نعم، الإنقلابيين أبوا إلا أن يختاروا طريق الحرب. لذلك فإن الجيش الوطني بتوجيهات القيادة السياسية العسكرية العليا قد عقد العزم على استعادة الدولة والشرعية والعاصمة وكل، نعم، مؤسسات الدولة من خلال عمل عسكري ميداني دفع إليه بقوة أكاذيب ومماطلات وتسويف الإنقلابيين، بمعنى، نعم، أن هذا اختيار، هو اختيار إنقلابي وليس اختيار الدولة الشرعية. نعم، يعني سيد محسن، هل بالفعل بدأ الخيار العسكري أم هي مجرد ضغوط لتحقيق مكاسب سياسية؟ لا لا، بدأ يعني بدأت العمليات العسكرية من فجر اليوم ونجحت في استعادة جبل المنارة من جهة ميسرة فرضة نهم، وهو جبل مهم ومسيطر على مناطق استراتيجية كبرى في نهم وفي غيرها، ويطل حتى على مطار صنعاء الدولي وعلى كثير من المعسكرات، وله سيطرة، ويعني هو جبل حاكم لكثير من المرتفعات والشعاب في هذه المنطقة يعني. نعم. ومن القلب، قلب المعركة، يعني هناك تقدم في اتجاه ملح وغيره من هذه المناطق ومسورة على أساس الوصول إلى الهدف المرحلة القادمة النقيبة من غيرها إن شاء الله يعني. نعم، على إيقاع هذه الضربات يعني سيادة اللواء، على إيقاع هذه الضربات اللافتة، هل يجوز الحديث عن استراتيجية عسكرية جديدة بدأت تتبلور للجيش الوطني في هذه المرحلة؟ أريد أن أقول لك أن 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 أن, أن, أن الإنقلابيين حاولوا أمس أن يجتازوا خطوط مواقع الجيش الوطني والمقاومة واقتحامها، ولكن رد الفعل كان عنيفا يعني. نعم. والجيش الوطني والمقاومة كانوا جاهزين لمواجهة أي من هذه الاحتمالات يعني، وتحولت عملية الدفاع إلى هجوم. والجيش الوطني قد أصدر تحذيرا للمواطنين أو بيان نداء للمواطنين في العاصمة وضواحية بأن لا يسمحوا بأن تستخدم منازلهم ومناطقهم مصادر للنيران وأي أعمال عدائية. نعم. العملية تمشي إلى الأمام، والانتصارات تترى، والمعنويات عالية، والقدرات القتالية مرتفعة، والحماس منقطع النظير، والنصر آت إن شاء الله. نعم، يعني سيادة اللواء تكرم بالبقاء معنا. نعود بسؤال إلى الصحفي رشاد الشرعبي. يعني سيد رشاد، بدأ ولد الشيخ متفائلا وطموحا في الوقت ذاته رغم إعلانه انتهاء مشاورات الكويت، على ماذا يراهن المبعوث الدولي وأيضا المنظمة الأممية؟ بداية أود أن أؤكد على أمرين. الأمر الأول أن العمليات العسكرية التي توقفت بعد تقدم للجيش في أثناء إعلان الهدنة في 10 إبريل الماضي
الذي استفاد منها هو الطرف الآخر بكل تأكيد، استفاد من الحشود، من استيراد السلاح، من تهريب السلاح، من التعزيزات، من قتل الناس، من تدمير وتفجير المنازل. هذه كانت فرصته أيضا، إلى جانب أنها فرصة أخرى كانت استخدم من الكويت منصة إعلامية ومنصة سياسية تحرك والتقط سفراء وتحدث لوسائل الإعلام من خلال هذه الفرصة التي توفرت إليه، وكانت أيضا ليست لصالح الطرف الآخر الذي إن شاء الله نتمنى أنه أعد واستعد لهذه اللحظة. وهو كان يعلم يقينا، الطرف الشرعي أقصد، كان يعلم يقينا أن هذه هي النهاية. نعم. أنه لا يمكن أن تكون هذه المشاورة ناجحة، وأن الخيار العسكري والحسم العسكري هو الخيار الوحيد لذلك، ولذلك يفترض أن تكون هناك عملية عسكرية، وهي الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه. لابد أن تكون هناك عملية عسكرية شاملة. اليوم أعلن عن عملية عسكرية في نهم فقط، لكن يفترض أن تكون العملية تشمل كل الجبهات المشتعلة في اليمن، في نهم وفي الجوف وفي تعز وفي حجة وفي غيرها من المناطق، ويكون هناك تحرك في كل هذه في وقت واحد ومتزامن. أما أن يكون في جبهة واحدة وتتوقف الجبهات الأخرى أو تظل كما هي، فهذا نعم. أعتقد ليس لصالح الشرعية ولا ليس لصالح الجيش. نعم سيد رشاد، فيما يتعلق بالتفاوض، نعم يعني بعد هذه الفترة الطويلة، بعد الفترة الطويلة هذه من التفاوض، هل يمكن القول أن أو إن الحلول السياسية نفذت وبالتالي دفع هذا إلى العمل العسكري على الأرض كما يجري الآن على مشارف صنعاء؟ يا أخي العزيز، منذ البداية هي المسألة واضحة، هؤلاء لا يسلموا إلا بقوة السلاح، ولا يمكن أن يسلموا بحلول سلمية. هم وصلوا إلى السلطة بقوة السلاح وبقتل اليمنيين ونزيف الدماء اليمنية، ولذلك لن يسلموا إلا بضربة عسكرية قاسمة لظهورهم. أما أنهم سيسلموا السلاح وينسحبوا من المدن ويتركوا مؤسسات الدولة بهذه الصورة السلمية كما كان يدعي المبعوث الأمم المتحدة أو هم يحاولوا أن يهموا الناس، فهذا من الصعب نفكر فيه. ولذلك لابد الآن من عملية عسكرية شاملة. هم منحوا الفرص كما تحدث اللواء خسروف، منحوا الفرص الكثيرة، والمجتمع الدولي منح الفرص الكثيرة من قبل السلطة الشرعية والتحالف العربي، ويفترض الآن أن تتم عملية عسكرية شاملة لتحرير البلد من هذه العصابة الإنقلابية. نعم يعني أشكرك السيد رشاد الشرعبي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. نعود بسؤال إلى يعني اللواء محسن خسروف، يعني سيادة اللواء، إذا ما استئنفت جولة عسكرية جديدة يعني أو جولة عفوا من المفاوضات جولة جديدة، هل الخيار العسكري يعني هذه المرة سيكون حاسم قبل بدء هذه الجولة، أم أنه من أجل التهيئة للقبول بجولة أخرى؟ أنا لا أتصور أن الاختيار يتقبل بجولة محادثات أخرى إلا في حالة واحدة، من غير المستعد أن تقبل الكيان السياسية والعسكرية هي محادثات سابقة إلا في حالة واحدة، أن يكون أنت قادم بتوقيع النهائي على تفسير مخرجات الحوار الوطني في مرجعيات المعارضة. بدون هذا هو سيكون تصور أن الرئيس عبد الرحمن منصور كان يعني واحد من الرأس على هذا النوع من العبث الذي يمد الحوثيين بطول العمر وبالإمكانيات المادية والبشرية، ويجعل هذه المحادثة كما أشار صديق هذا الشعبي منبر إعلامي للإنقلابيين يعزون به مكانتهم السياسية والدولية. ما يجري الآن ليس تمهيد محادثات قادمة، ولكن خطوة في الطريق لتحرير العاصمة واستعادة الدولة. نعم يعني أنت تحدثت أيضا سيادة اللواء أن رئيس الجمهورية منح فرصة لأن تقام مشاورات، أو أنه هو الخيار العسكري هو الحل، يعني إذا ما كانت هناك فرصة أخرى لجولة جديدة أيضا وافق عليها الرئيس، هي امتداد لمعاناة الناس 3 أشهر ولم يحقق شيء في هذه المشاورات، يعني الناس بحاجة إلى خيار حسم عسكري يعني للخلاص من هذا الوضع القائم عليهم. أوجه السؤال إلى فخامة رئيس الجمهورية يجيب عليه، أنا شخصيا والمؤسسة العسكرية الدفاعية والمؤسسة الأمنية والمقاتلين في الميدان مؤسسة الدولة، ويخضع هذه المؤسسة الوطنية الجيش الوطني يخضع تماما للقيادة العليا العسكرية والقيادة السياسية العليا أيضا، والتوجيهات التي تأتي من القيادة ليس مجال لرفضه أيا كان، ولا أناقشه هنا يعني. نعم
إذن اللواء محسن خسروف، أشكرك كثيرا، كنت معنا عبر الهاتف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلى أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف، كان معي الكاتب والمحلل السياسي من الرياض السيد جمال خاشقجي، وأيضا الصحفي رشاد الشرعبي كان معنا أيضا من الرياض، واللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي كان معنا عبر الهاتف من محافظة مأرب. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد البرنامج الزميل محمد القاسم، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.